تليفون الشيخ عصام تليمة. بنرحب بيك يا شيخ عصام. يا مرحبا استاذ تسنيم واستاذ ندى وضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك. احنا الحقيقه شايفين ان في انقسام، يعني بعض الاراء العلماء او الفقهاء مشيت في وجوب الختان للمراه، والبعض الاخر قال انها مكرمه. فاحنا عايزين نعرف من حضرتك يا شيخ عصام، يعني لو الواحده ما عملتش الختان هل عليها اثم؟ وفي نفس الوقت الامهات اللي محتاره ما بين الاراء المختلفه دي تتصرف ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اولا قضيه الختان، يعني عشان نصنفها تصنيف صحيح، دي مساله طبيه. الدور الفقيه بيجي دايما بعد الطبيب مش قبله. يعني كلمه الطب بتتقال اولا. اذا وصل الطب الى راي يقيني في مساله معينه بيجي دور الفقيه بعد منه. انا النهارده لو واحده تسالني افطر ولا صوم انا حامل، الشيخ ما بيفتهاش، الشيخ بيقول لها الاول الدكتور قال لك ايه بالظبط، ايه الفايده، ايه الضرر، بناء على تقرير الطبيب الثقه في علمه ودينه واضح بتيجي فتوى الفقه. طيب عايزين بس يا شيخ عصام استاذنك علي صوتك شويه عشان ضيوفنا مش سامعين حضرتك كويس في الاستوديو. ما انا سامع، ما دي مشكله في الاستوديو دايما، انا بعاني منها اكتر منكم. زميل بقى، زميله بيعرف مشاكلنا. طب خير يا شيخ عصام. يا مرحبا يا فندم صباح النور. وانا بقعد اسمع السؤال يجي 100 مره في البرنامج عندي، ما نفس الحاله. فهي مشكله علو اللي يتعلى الصوت شويه عندكم، انا بعلو صوتي. طيب بعلو الصوت من كنترول، شيخ عصام بيقول لكم علو الصوت. جبتين لينا كلام. فده كنترول مش عيب انا يعني. ايوه. طب اتفضل كمل كلامك. طيب فالقصه في البدايه زي ما قلت ان المساله دي مساله طبيه. الختان ده قضية طبية، لأن ما فيش فيه نص واضح بين يبين درجة الختان، بمعنى أصل كلمة عشان أقول واجب، الواجب ده عند علماء الأصول لازم يا آية يا حديث متواتر عند الأحناف، عند الجمهور حديث أحد. ففين الحديث اللي أمر بالختان؟ ما فيش. حتى حديث البخاري إذا التقى الختانان بيقول ان في ختان، مش بيقول حكمه ايه. طب حديث ام عطيه، حديث ام عطيه رضي الله عنها يا شيخ عصام اللي رواه وصححه الالباني، رواه ابو داوود، اللي قال هكمل على رزقك. طب هكمل التعليق على رزقك، مالك جاي مستعجله. فحديث البخاري اللي هو ما في اقوى حديث اذا التقى الختان، معناه في ختان مش معناه حكمه ايه. خلاص زي ما اقول اذا التقى الكافر، في كافر بس حكم الكفر ايه؟ فهنا ده بيان حاله موجوده مش بيان حكمها. والا النبي صلى الله عليه وسلم هو جاي من مكه ما فيش ختان، هو في المدينه بس. فاهمين اقصد ايه؟ فالحديث ده ما بيبينش حكم، بيبين ان في ختان. وهل مقصود به ختانان الاثنين ولا واحد اختتن؟ يعني المهم الرجل في النهايه ما فيش خلاف فيه، هي الخلاف في المراه. حديث المعاطيه حديث ضعفه كتير من العلماء. وإذا دل طالما يدل على وجود وسيلة من وسائل التداوي أو التطبيب متروكة للتقدير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا طبية ما هوش طبيب، وبيقول بحكم خبرات أهل البلد، ما هوش فيها مشرع. زي لما النبي يقول عليكم بالإثم والكح. طيب واحد لو كحلت عينيها تورم هيبقى ده الكح، ما هو السنة. والا ما بعض الرجاله فهمت غلط، فطلعت لنا موضه كده رجاله عماله تتكحل، يقول لك اصل السنه الكحل. يا حبيبي ده دوك اسمه كحل للعين، عشان ارض الصحراء والجو بيتعب العين، فبيحتاج لدرجه كحل علاج. اللي هو العلاج للاسم مش الكحل بتاع التجمل بتاع المراه. وطلع لنا اخوه الدقن متر والكحل ما شاء الله في عينيه، وده يتكحل وسنه الكحل. فدي قصه للاسف الناس فهمت غلط. لازم نفرق المقام اللي اتكلم فيه النبي عليه الصلاه والسلام، ده كان مقام تشريع ولا مقام بيتكلم عن عاده من عادات الناس، ولا بيتكلم عن حاجه من باب التطبيب، زي ما اتكلم عن الحجامه، زي ما حدش يقول لي الحجامه سنه. تمام. هو العلاج اللي في زمن الحجامه، النهارده هعالج اللي عنده فرصات بالحجامه هموته، هعالج اللي عنده مرض معاه بالحجامه. تمام. هي النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع بيئته وزمانه. نعرف ايه التشريع؟ هل في دليل على الوجوب؟ ما فيش دليل على الوجوب. اقصى وافضل ما قيل في الراي انه مكرمه. مطلوبة يعني شيء ليس له درجة من درجات التشريع. طب إذا سبب ضرر، هنا اللي قرر ده الطب، زي العلماء لما قعدوا سنين عمرهم يقولوا التدخين مكروه. أيوه. واللي مسك لينا فيها الإخوة الأطراف كل ما اتكلم حد يقول لك مكروه مكروه. طب يا عم المكروه ده، لأن الطب وقت فقهاء دول كلهم ما حددش أضرار التدخين، فاكرين مجرد دخان بيطلع زي البخور. أيوه. النهارده كل المؤتمرات العالمية قالوا بيجيب سرطان، بيجيب. فاصبح فتوى الفقهاء الان على التدخين كلها اجماع ان ايه؟ انه حرام. حرام. فدي مساله طبيه. اذا مساله الختان انا ليه بلف اللفه دي كلها؟ ان يا جماعه تمام يا فضيله الشيخ، قضيه طبيه
أكثر منها قضية فقهية، لأن الفقه ملوش في رأي حاسم ولا له في رأي فيه، لأن الفقه يتناولها من باب قضية سنن الفطرة مش من باب مصالح ومضار. لم يتبين للفقه ولا للفقهاء قديما أي مضار لهذا الأمر ولا أي منافع بالمناسبة. يعني كل الفقهاء اللي تناولوها ما تناولوش من كل الكلام انتم بتتكلموا بالمناسبة حكاية الشهوة والإثارة والعلاقة، ولا فقيه تناولها من الباب ده لأنه ما كانش مطروح. بدأ يطرح في بلاد زي مصر لما بدأت المخدرات تنتشر لعلة إن هي تساعد على العملية الجنسية، لأن أصبح في حالات برود سببها نتج عنه عن إيه؟ بدأ يرفض في بعض البلاد اللي فيها الختان اللي بدأ الشك، فبدأ يتناقش من الباب ده. أيوه تمام. يعني أرجو أعتمد وصلت طبعا وجهة نظر حضرتك ورأيك طبعا من الجانب الشرعي والفقهي.